الحجاج اللي نضرب عليه مثل، طبت عليه امرأة مطرقة، قالها ارفعي بصرك، قالت انا لا احب النظر الى وجه حرم الله النظر اليه. قالها زين اسيلك سؤال، يا هو افضل علي ام عثمان؟ قالت لما خايفكم تعبانة جاب الثريا للسترة للثريا، علي بن ابي طالب افضل حتى من الانبياء. قال انبياء هذا شرك وهذا كفر بلغة الجماعة هسه. قالت لا واقع حال ابراهيم الخليل، واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ليطمئن. وعلي بن ابي طالب يقول والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. او وصلت الحالة وتمشي قالت لي سليمان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. وعلي بن ابي طالب جت الدنيا قال طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيك. الى ان وصلت العيسى بن مريم قال لهنا استوب، عيسى هذا العيسى المسيح كلم الناس في المهد صبية، ولد من غير اب، يحيي الموتى، يبرئ الاكمى والابرص. قالت لذني كل المتناول فكري، تمو جاي تعلمني عقيده ودين. لكن عيسى ابن مريم لما حملت به من غير اب مو نفخنا فيه من روحنا، لكن من ضربها المخاض نادتها الملائكه اخرجي من المسجد انه دار عباده وليست دار ولاده، وانتبذت من اهلها مكانا شرقيا، وانشق جدار الكعبه والكعبه اشرف من المسجد الاقصى لفاطمه بنت اسد لتضع اشرف مولود بعد النبي على اشرف بقعه الارض. وهذا واحد يقول اسولف لو تجي للحق، اسولف لو تجي للحق. محمد بن وداعش قال مو شعلنها طق بطق، اخذ جفه هتك بسمع على الرايه على الايه على علم البحر واغمق على هارون من موسى وهبوب عذيب نتنشق، او على لو ما تدارك نوح شاغطه السفينه شراعها تشقق، او على يوم النخاد النون خلى الحوت ببطون البحر تطلق، او على هدل المسيح بليل من شاف المسيح بخشبته تشبك، ياهو اللي رجع توبه وياه اللي قرأت توبة. سورة براءة تذكرون من ودع على أبو بكر وقال له الله بلغني لا يقرأها إلا أنا أو رجل مني 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 من نفسي. ياه اللي رجع توبة وياه اللي قرأت توبة، علي نش الزلم قدامه نش البق، سجيل حكاية الوجدان والقصة طبعها من الخجل تعرك، والله العاد أبو الحسنين الفنعل على بيمنين ما ينشك.